اعتراض أفشة على كولر بعد تبديله في الدقيقة 70، وصياح البوابين على ضربة الجزاء بتاعة النادي الأهلي على الرغم إن إحنا فايزين على سيراميكا بأربعة حلوين، وخسارة نادي الزمالك من المقاولين بهدفين. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. أنا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناة الأهلاوية على اليوتيوب. منذ الأمس وحتى وقتنا هذا، وفي صياح من جماهير نادي الزمالك واعلامي نادي الزمالك والقنوات المتفرقه، حتى جهاد جريشه والاخ اللي اسمه ياسر عبد الرؤوف بيقول لك ان ضربه الجزاء بتاعه النادي الاهلي مش صحيحه. ده احنا هنجيلها وهنوري لكم الحاله، على الرغم ان احنا عرضنا الحاله المره يعني بالامس، بس انا هجيب لكم الحاله مره اخرى. بس احنا نتكلم في الجزئية الأولى على اعتراض أفشة بشكل غير لائق على كولر. بص يا عم أفشة، احنا بنحبك وبنقدرك واحنا عاملينك يعني راجل نجم النجوم في النادي الأهلي، وانت بالفعل نجم النجوم في النادي الأهلي. مين في الوطن العربي ما يعرفش أفشة؟ مين في جمهورية مصر العربية ما يعرفش أفشة؟ مين في أفريقيا ما يعرفش أفشة؟ أفشة له صولات وجولات مع النادي الأهلي، وله حجم كبير في قلوب الأهلوية. يعني أنت قدوة لكثير من الأهلوية كبارا وصغارا، فما ينفعش يطلع منك أي سلوك غير منضبط وأنت بتلعب في النادي الأهلي. أنت يا قفشة كان كولر بيشاركك، بيخليك تشترك 10 دقايق أو 7 دقايق أو 8 دقايق، أو بينزلك في الوقت الضايع، وكنت عادي والدنيا تمام وبيس. دلوقتي هو لاعبك 70 دقيقة، انت طالع بعد 70 دقيقة بتعترض وبترمي الشارة في الارض وبتتكلم مع المدرب بتاعك بطريقة مش لطيفة، وده ما يصحش في النادي الاهلي وما يصحش مع المدرب بتاعك. انت كويس في الملعب وادائك زي الفل، هو عايز يدخلك لمباراة اخرى، له وجهة نظر، شايف ان المباراة بخروجك في حاجات تانية ممكن يعملها وخطط تانية ممكن ينفذها. انت كده بتقلل من اللاعب زميلك اللي داخل مكانك، ما هو قاعد احتياطي ليك. معلش انت ليه مش عايز تطلع من الملعب؟ زي ما انت بتطلع من الملعب، اللي بره الملعب نفسه ياخد فرصة، نفسه يلعب. فبالتالي اعتراضك يا قفشه غير مبرر بالنسبة لي وعلامة استفهام كبيرة. انت راجل نجم الشباك في النادي الاهلي، انت راجل ليك كل الدعم في النادي الاهلي سواء من الجمهور او من الاداره، فما ينفعش ان انت تعترض بهذا الشكل الغير لائق. والامر ده يعني نتمنى انه ما يتكررش يا قفشه، لان ما فيش حد في النادي الاهلي بيعمل الحاجات دي خالص. الكلام ده ممكن تلاقيه في اي مكان تاني. وزي ما انتقدنا زيزو، وزي ما قلنا ان زيزو غلطان وما يصحش ان هو يعترض على المدير الفني او المدرب بتاعه في منتخب مصر الاولمبي، احنا برضو مش هينفع ان احنا نكيل بمكيالين او نقول حاجة هنا وهنا نقول حاجة تانية. لا يا قفشة، انت غلطان واللي عملته ده لا يصح بالمرة. اما الاخوة بتوع الزناطير اللي عمالين يهيجوا وعمالين يقولوا، حتى المحللين التحكيميين اللي بيقولوا على نفسهم محللين، هو حضرتك مش شايف ان الاخ سعد سمير ضرب برجله اليمين رجل وسام ابو علي الشمال وداس عليه؟ هي دي ما فيهاش حاجة؟ ازاي ما فيهاش حاجة؟ طيب هو انت ما شفتش وسام ابو علي وهو بيلمس الكورة، وسعد سمير ليس له لا ناقة ولا جمل بالكورة، وتدخل على رجل اللاعب، جاي تقول ان هو رجل يمين اللي راحت اليمين وده بيمثل وده مش عارف ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في قانون وفي حالة قدامك، انت بتحلل الحالة بعينيك. بس طارق مجدي استاذ في اللي بيعمله ده، يعني لما النادي الاهلي يجيب جول يجيب لك اصل اللعب، يا ريت بيجيب لك اصل اللعب، ده يجيب لك المباراه من قبل السلام الوطني لما يبقى فيه هدف للنادي الاهلي، لكن لما يبقى فيه هدف للنادي الزمالك يجيبها قبلها ب يعني ايه جزء من الثانيه عشان يحسب الهدف. وخد من الامر ده حالات كتير، وانا هوريكم دلوقتي الحاله بالصوت والصوره والتحليل بتاعنا، ووريكم ان ما فيهاش ضربه جزاء، وهجيب لكم برضو اعتراض قفشه، يعني ما ينفعش اللي حصل من قفشه، وحضراتكم هتشوفوا الفيديو. اما الشق الثالث وهو خساره نادي الزمالك، وده هيخلينا نروح للشق الاولاني، ان جماهير نادي الزمالك واعلام نادي الزمالك سايب ان النادي الاهلي فاز باربعه وبيتكلم في ضربه جزاء.
بنقص ضربة الجزاء على الرغم انها صحيحة مليون في المية، اعتبر ان احنا فوزنا 3-1. لكن يسيبوا خيبة نادي الزمالك اللي اتغلب بالامس 2 من المقاولين ويتكلموا عن النادي الاهلي وضربة الجزاء النادي الاهلي. هم فرحتهم وسعادتهم ان هم يقللوا من انجازك، يقللوا من فوزك، يقللوا من اي حاجة حلوة انت شايفها. مش هطول على حضراتكم، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف اعتراض قفش على كولر بشكل مش لطيف، وكمان الحالة التحكيمية بتاعة وسام ابو علي وازاي تدخل عليه بعنف وبقوة الاخ سعد سمير. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي اختي المحترمة الاهلاوية ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. اول مرة تشوفوني اول مرة تخشوا قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناة كل الاهلاوية الاهلاوية على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف الفيديو ونرجع نكمل كلام. يلا بينا. دي لحظة تبديل قفشة وده اعتراض قفشة على التبديل في الدقيقة 70 من عمر اللقاء. خرج زي ما حضراتكم شايفين في حالة ثورة وفي حالة غضب، على الرغم ان قفشة كان بيلعب 10 دقايق وما بيكملش اكتر من 10 دقايق، دلوقتي لعب 70 دقيقة ومش عاجبه، وده يعني سلوك ما ينفعش من لاعب كبير ولاعب له قيمة زي قفشة. ونشوف اللقطة مرة اخرى. ده الاعتراض على كولر، يعني اتكلم وشايفين بيرمي الشارة في الارض، يعني ده مش اسلوب لاعب كبير له قيمة زي قفشة ومحبوب من جماهير النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم كان بيلعب 10 دقايق لكن دلوقتي بتلعب 70 دقيقة. طيب هو اللاعب البديل بتاعك ما هو من حقه يلعب، زي ما انت شايف ان انت متألق وعندك فرص وحظوظ، كمان اللعيبة اللي في نفس الفريق يعني وقرار المدرب والمدير الفني لابد من احترامه يا قفشة. يعني انت ليك رصيد كبير لدى جمهور النادي الاهلي، اتمنى ان ما تفقدش رصيدك في الفترة اللي فاتت. كان ليك تصريحات برضو يعني عملت لك مشاكل، فما نتمناش ان احنا نشوف قفشة بهذا الشكل. الكل نازل هاري وهب على ضربة الجزاء بتاعة النادي الاهلي امام سيراميكا كيلوباترا. انا هوري لحضراتكم ضربة الجزاء وشوف سعد سمير وهو بيتعمد لمس رجل اللاعب. بص بص الكرة من ورا، بس انت عايز ايه تاني؟ نشوفها مرة تانية. بص سعد سمير عمل ايه، ادي الكرة مش في حوزته خالص. بص رجل سعد اليمين عملت ايه في رجل وسام الشمال، يبين لك ان ضربة الجزاء باينة للاعمى. جهاد جريشة بقى يطلع يقول مش ضربة جزاء، مش عارف مين يقول انها مش ضربة جزاء. الكرة واضحة امام الجميع ان فيها ركلة جزاء، ان اصلا مفيش استحواذ على الكرة من سعد سمير، والكرة فيها تنافسية ما بين وسام ابو علي وسعد سمير. بص رجل سعد سمير راحت فين، بص يا فندم اللي خد الكرة مين. بس خدت بالك، خدت بالك من الاحتكاك والرطم او لطم الكرة او لطم رجل وسام ابو علي من سعد سمير. نشوفها تاني. بص يا فندم مين اللي لمس الكوره، هتلاقي وسام ابو علي زق الكوره قدام. بس بص بقى رجل سعد عملت ايه، خلاص الكوره ضربه جزاء ما فيهاش كلام. الناس اللي عماله تتكلم وترغي كتير، انت مش شايف ان الكوره ضربه جزاء؟ لو انت مش شايف ان الكوره دي ضربه جزاء يبقى عندك خلل في نظرك، يبقى تروح تعمل يعني نظاره نظر. سعد سمير لم يلمس الكوره، اللي لمس الكرة واستخلصها هو وسام ابو علي، والرجل سعد اليمين هي من ارتطمت بقدم وسام ابو علي الشمال. بص يا فندم، بس انت الناس اللي بتتكلم بتتكلم بتقول ايه بقى؟ الناس عايزه ايه؟ انا نفسي افهم، ولكن تكلم الزملكاوي ليك واللي فيه يجيبه فيك. اهلا بحضراتكم مرة تانية. شفنا الفيديو الاولاني وطريقه الاعتراض بتاع قفشه، وده ما يصحش زي ما قلنا لان هو قدوه وهو راجل ليه في قلوب جماهير النادي الاهلي يعني مكانه كبيره، فما ينفعش واحد قدوه وواحد له مكانه في قلوب الاهلاويه يعترض بهذا الشكل. كل اللعيبه نفسها تلعب لاطول وقت، لكن 70 دقيقه مش وحشين يا قفشه. اصل انت ما بتلعبش ربع شوط وما بتلعبش لوحدك في الفريق. وجهه نظر هو لما يبقى في مثلا معركه، القائد بتاعك هو اللي بيقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، انت ما ينفعش تصرف من دماغك. القائد بتاعك هو اللي بيحلل الاداء، هو اللي بيقول، هو اللي بيضع الخطه، هو اللي بيضع التشكيل. انت دلوقتي في التشكيل
خد بالك اللي انت بتعمله هياخد من رصيدك. لما كهربا ساب النادي الاهلي وراح الفرح بتاع اخته وفضل فرح اخته، الكولر حطه في خانة اليد، ودلوقتي بيديله 5 دقايق 10 دقايق 7 دقايق 8 دقايق، والراجل ساكت ومستحمل. فما ينفعش انت تلعب 70 دقيقة ومش عاجبك، ما ينفعش الكلام ده يا أفشة. ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى ان انت تقدم اعتذار للمدرب بتاعك، ويا رب يقبل اعتذارك بعد المشهد اللي انت عملته ده اولا. ثانيا، ضربة الجزاء شفنا بالصوت والصورة والتحليل ضربة الجزاء ايه اللي ضربة جزاء، بس المشكلة والطم الكبرى يسيبوا الاربع اهداف، ووسام ابو علي اللي بيعمل اداء يعني ما شاء الله عليه، ربنا يحرسه ويحميه من اي حاجة ممكن يعني تجيله، او عين الحسود لما بتبقى رشقة يعني ما اقولكوش، وبالذات عينين ابو لمع الجرجير وخالد فطوطة واحمد جمالات وكل ايه من على شاكلة هؤلاء، فربنا يحميه. ما حدش يتكلم على ادائه، ما حدش يتكلم على الهدف العالمي اللي جابه، الفاول، تحركاته، استلامه، تسلمه، اسيستاته، لا ما حدش يتكلم على كده، كله يتوقف عنده ضربه جزاء. والرمادي ولا البطوطي ده بلعوطي يقول لهم يلا اطلعوا بره اطلعوا، يا عم ده انتوا بتقول ايه كلام يعني ما ينفعش امام نادي الزمالك، يعني بتحط عليكم وباحتواء وغيره للزمالك ما بتفتحوش بقكم ولا بتتكلموا، جايين تتكلموا في ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه من سعد السمير، طب اديكم اترزعتوا 4، ايه رايك؟ الاربعه دول كمان لهم دعوه بالثلاثه التانيين لهم دعوه بضربات الجزاء، ولكن دي عاده اي شحيبر يلعب امام النادي الاهلي ويعترض بهذا الاسلوب اللي اعترض عليه البلعوطي، وكمان التصريحات اللي طالعه من الاخ الرمادي اللي يعني لا تنم عن حد يعني بيفهم، يا راجل ده حتى محمد على الله حكايته الزملكاوي في قناه الحدث اليوم مع احمد جمالات وعفت فشار قال ان ضربه جزاء صحيحه 100% وفي دهس وفي تهور وفي اندفاع واللاعب اصلا ما لمسش الكوره، لكن الزناطير يسيبوا ده كله وما يتكلموا، او يمسكوا في ده كله وما يتكلموش في الفضيحه بتاعتهم امام المقاولين العرب، المقاولين اللي بيصارع على البقاء في الدوري، يعني بيصارع عشان ما يهبطش، هما اتغلبوا مرتاح وما تلاقيش حد يتكلم، كله بلع لسانه، كله النادي الاهلي وضربه الجزاء النادي الاهلي، ضربه جزاء ايه؟ هو النادي الاهلي مستني ضربات جزاء؟ رزعهم 4، ايه رايكم؟ مبسوطين؟ ولكن في النهايه احنا زي ما قلت لكم في مستنقع اعلامي يعني، وفي بعض الاعلاميين او بعض المحللين الكرويين الخاصين بالتحكيم بيتقال لهم سكريبت بيتقال يعني غريب وعجيب، انا ما حكمتش قبل كده بس لعبنا كوره كلنا في الشارع، فعارفين اصول التحكيم بس اطلعنا على نصوص القانون، نصوص قانون التحكيم، وعارفين الماده لما بيبقى في ماده معينه بلمسه اليد او ضربه الجزاء او تنفيذ ضربه الجزاء او ما شابه، بنبقى عارفين يعني دلوقتي قانون اللعبه يقول لك اي تلامس بقوه او حتى تاتش خفيف في منطقه الجزاء سواء متعمد او غير متعمد ضربه جزاء ما فيهاش كلام. اللاعب لمس الكوره، سعد سمير ما لمسش الكوره، سعد سمير برجله اليمين داس على رجل وسام ابو علي، وكره ضربه جزاء ما فيهاش نقاش وما فيهاش اي كلام. نتمنى للنادي الاهلي حصد الست نقاط المتبقيه له او التسع نقاط المتبقيه له حتى يصبح بطلا رسميا للدوري المصري. اسف جدا للاطاله، بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معكم اخوكم هاني الشرقاوي، سلام عليكم.